بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم راح نحكي شوي أكثر عن البابليك كيز. إذا بتتذكر في المحاضرات الماضية أنا بعدين نحكي عن إنكريبشن، حكيت إنكريبشن بنقسم عندي لنوعين، عندي سيمتريك كي بكون عندي كي مشترك وهذا الكي لازم يكون سيكريت ما بين التو يوزرز، والنوع الثاني من الكيز عبارة عن بابليك كي إنكريبشن. في البابليك كي إنكريبشن بكون في عندي تو كيز، واحد بابليك وواحد برايفت. البرايفت بتخزن بشكل سكيور عند اليوزر، والبابليك بيعلنه للكل. محاضرة اليوم راح نحكي أكثر عن البابليك كيز. في عندي بابليك وفي عندي برايفت، راح نحكي عن البابليك كيز. إيش راح نحكي عن البابليك كيز؟ إنه كيف ممكن نعلن عن هدول البابليك كيز؟ أنا عملت مثلاً بابليك وبرايفت كي، كيف بدي أخبر الناس التانيين على البابليك كي تبعي؟ إيش الطرق المختلفة؟ ونشوف الأدفانتج والديسأدفانتج، وبعدين نحكي عن آخر تكنيك اللي هو مستخدم أكثر إشي بالـ HTTPS والـ SSL اللي هو عبارة عن السيرتيفيكت. فرح نحكي عن distribution of public keys. في عندي تقريبا 4 أشكال مختلفة كيف ممكن أعلن عن public key تبعي. أول طريقة public announcement. أوكي، أنا عملت public والprivate key، بجي بخبر الناس كلهم إنه هذا هو public key تبعي. ممكن نحكي هذا التكنيكس بزبط أكتر إذا في شخص معين عمل public والprivate key وأجي أعلن على الويب سايت تبعه والكل بيعرف إنه هذا الويب سايت فعلا لإله. في هذه الحالة ممكن انه نثق في هذا البابليك كي، او ممكن مثلا من خلال مثلا بالتليفون، من خلال ايميل مثلا. فممكن بشكل خلينا نحكي محدود بشكل بيرسونال ممكن انه نعلن بهاي الطريقه عن البابليك كي، بس نيجي نفتحها بشكل كبير صعب انه نضمن انه فعلا هل هذا هو البابليك كي لهذا الشخص او لا. يعني مثلا في عندي بنك من البنوك، في عنده بابليك وبرايفت كي، كيف بيعلن للناس عن البابليك كي تبعه؟ يجي بعت ايميلات للكل، طب شو بعرفني انا اجاني ايميل؟ شو بضمن انه فعلا هذا الايميل اجى من هذا البنك مش اجى من شخص تاني؟ ليش ما يكون في شخص معين مثلا تحل شخصيه البنك وبعت هالايميلات كلها؟ فبهذا الحال بقدر احكي انه هون مشكلته انه ممكن يكون في عندي هون تزوير، واستخداماته خلينا نحكي انه كاستخدام جدا بسيط خلينا نحكي او محدود. هذا عباره عن public announcement. البابليك كي دايركتوري بقول لك اوكي انا بكون في عندي سيرفر معين أو دايركتور زي دليل الهاتف. في عندي هون دايركتوري، في هذا دايركتوري بكون زي دليل الهاتف هذا الشخص مثلا هذا البابليك كي تبعه، هذا الشخص هذا البابليك كي لكل الأشخاص الموجودين هنا. برضو أوكي أنا جمعتها كلها في مكان معين، حتى لو بضمن سرية المعلومات الموجودة عندي هنا. أنا في عندي هنا يوزر معين، هذا اليوزر طلب بده بابليك كي لشخص معين، اجا الدايركتوري بعت له البابليك كي لهذا الشخص. انا شو بضمن لي انه بخلال الكوميونيكيشن الموجود انا عندي هنا ما يجي عندي انترودر ويغير المعلومه اللي موجوده؟ انا هنا ما في عندي انتجريتي، بما انه ما عم بستخدم انكريبشن وما عم بستخدم هاش فانكشن، انا ما في عندي هون انتجريتي. فهنا برضو صارت عندي مشكله انه بالكوميونيكيشن لما تنبعت عندي هذا المسج ممكن الانترودر يجي يغير على هذا المسج، او يمكن يبعث لي الانترودر مسج ويجي يقول له هذا من الدايركتوري. فهنا برضو أنا في عندي مشكلة يلي هي عبارة عن تزوير المعلومات اللي موجودة، فبرضو في عندي هنا مشكلة. طيب حلوا هذه المشكلة يلي من خلال Public Key Authority. في Public Key Authority يلي هو زي فكرة الدايركتور، فأنا عندي هون Public Key Authority هو في عنده الكيز للكل. في عندي افترض أنا عندي هون 2 users، في عندي A وفي عنده B. لو تلاحظون عندي هنا بالمسجات اللي موجودة صارت المسجات عبارة عن مسجات مشفرة، أنا صارت عندي هنا وصار يستخدموا فيها اللي هو الببليك والبرايفت كي عشان نضمن الايدنتيتي أو الاوثنتيكيشن من وين بعتت هذا المسج. افترض أن في عندي هنا 2 users، user A ويوزر B بدهم يعملوا كوميونيكيشن مع بعض. مش كتير يعني راح نهتم بالتفاصيل المسجات اللي انبعتت، بس نفهم إيش الفكرة اللي موجودة. افترض الـ A بده يعمل communication مع الـ B، فالـ A بده الـ public key تبع الـ B، فإيش اللي راح يعمل؟ راح يعمل request، يبعت request عندي هنا، هيا الخطوة الأولى راح يبعت request للـ public key authority، وفي عندي time بس عشان أضمن إنه هذا المسج جديد. هلا الـ public key authority إيش راح يبعت له؟ هذا هو، راح يبعت له بقول له هذا هو الـ public key للـ request تبعك يلي هو الـ B، يعني إيش الـ request ممكن أقول له؟ أنا بدي الـ public key للـ user B، فراح يقول له هذا هو الـ public key للـ user B. عشان يضمن الـ A إنه اللي بعتها الـ Public Key Authority راح تكون encrypted أو signed باستخدام الـ Private Key للـ Public Key Authority. فبهذه الحالة بيقدر الـ A يحصل الـ Public Key للـ B، أو ممكن يبعت مسج باستخدام هيها مشفرة باستخدام الـ Public Key للـ B.
اوكي، افترضوا البي بده يتخاطب مع الاي بشكل سكيور، فالبي بده الببليك كي للاي. فبنفس الطريقه الاي قدر يحصل الببليك كي تبع البي، البي بيقدر يحصل الببليك كي للاي، ببعث ريكوست. الريكوست على سبيل المثال انه انا بدي الببليك كي للاي، الريسبونس بيجي انه اوكي هذا هو الببليك كي لليوزر اي، وبرضه معمول انا عندي هون ساين باستخدام البرايفت كي. فبنقدر نحكي انه هذا بيختلف عن الابروش اللي قبل، انه صارت انا عندي المسجات اللي هو عباره عن سايند، معمولها سايند باستخدام البرايفت كي للببليك كي اوثوريتي، فالاي والبي راح يضمنوا انه فعلا هذه المسج اجت من الببليك كي اوثوريتي. ايش المشكله اللي موجوده انا عندي هون؟ المشكله انه كل يوزرز، تو يوزرز بدهم يتخاطبوا مع بعض، بدهم يرجعوا للببليك كي اوثوريتي. فرضوا كان في عندي سي راح يروح على الببليك كي اوثوريتي، افترض انا في عندي يوزر دي يوزر اي، كل اليوزرز راح يصيروا عشان يحصلوا الببليك كي بدهم يروحوا على الببليك كي اوثوريتي. ايش صار في عندي هون؟ صار في عندي هون اوفر هيد كثير كبير على الببليك كي اوثوريتي. فهذا الديس ادفانتج الموجود، يعني كسكيورتي هو سكيور، بس هل هو مستخدم مثلا بالاتش تي تي بي اس والاس اس ال؟ لا، لانه في عندي هون كثير اوفر هيد على الببليك كي اوثوريتي. ايش التكنيكس الثاني؟ اللي هو من خلال السيرتيفيكت. بس قبل ما نرجع للسيرتيفيكت خلينا نرجع نشوف هون البوينتس المكتوبه. امبروف سكيورتي، انا صار عندي هون امبروفمنت للسكيورتي في الببليك كي اوثوريتي. ف requires users to know the public key for the directory، لازم يعرفوا الببليك كي للدايركتوري اكيد عشان يقدروا يعملوا فيريفيكيشن المسج اللي بدها توصلهم. وبعدين عندي هون user interact with directory to obtain any desired public key securely. فانا يعني هي الفكره الاساسيه، انا هون صار في عندي security، صرنا نضمن لما تيجي لليوزر A يجي له مسج يقول له هذا هو الببليك كي لليوزر B، يكون متاكد انه فعلا هذه المسج او هذه المعلومه اجت من الببليك كي اوثوريتي. فزي ما حكينا انا عندي هون المشكله الموجوده، انا عندي هون صار في عندي اوفر هيد كثير كبير على السيرفر. اوكي، ايش في طريقه ثانيه؟ وهي الطريقه اللي مستخدمه حاليا اللي هي عباره عن السيرتيفيكت. هذه المعلومه اللي هي عباره عن السيرتيفيكت. ايش فكره السيرتيفيكت؟ فكره السيرتيفيكت هي عباره عن شهاده. اوكي، اعتبروها زي شهاده الجامعه مثلا، ان شاء الله بعد ما تخلصوا وتتخرجوا وتاخذوا الشهاده لما تروحوا تشتغلوا. هلا خلينا نحكي انه في عندي تو ابروشز ونشوف الفرق بيناتهم. هذول تو ابروشز زي الببليك كي اوثوريتي وزي الببليك كي سيرتيفيكت. رحتوا خلصتوا وتخرجتوا ورحتوا على شركه بدكم تتوظفوا فيها، فايش بدكم تروحوا تحكوا للشركه؟ انه انا والله خلصت من الجامعه الاردنيه. الشركه تروح ترفع تليفون وتحكي مع الجامعه الاردنيه، تخيلوا كم خريج انا موجود عندي. اذا كل واحد بده يتخرج بده يروح على الجامعه الاردنيه بده يروح يشتغل، صاحب الشركه بده يروح يحكي مع الجامعه الاردنيه يتاكد الشخص الفلاني واحد اللي اسمه كذا 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 هل هو فعلا خلص من عندكم، قديش معدله، طلع قديش الاوفر هيد راح يصير عندي على الجامعه الاردنيه. طبعا هذا الابروش هو مش مستخدم. ايش الابروش المستخدم؟ انتوا لما تخلصوا بتيجوا بتتخرجوا بعطوكم شهاده، بعطوكم شهاده معينه، هذه الشهاده بتكون عندي مختومه، في عندي ختم معين، فبكون موجود عليها اسمكم وانتم خلصتوا من الجامعه الاردنيه بتخصص كذا بمعدل كذا، وبتكون مختومه من الجامعه الاردنيه، وبكون هذا الختم معتمد. هلا لما تروحوا تشتغلوا بشركه معينه تروحوا ايش تعطوهم؟ تعطوهم الشهاده. هلا الشركه بتعرف ختم الجامعه الاردنيه، بشوف المعلومات تتاكد انه فعلا انتم خلصتوا من الجامعه الاردنيه. وهنا هي نفس الفكره تماما، لما بدي اجي اخذ الببليك كي ما راح احكي مع السيرتيفيكت، ما راح احكي مع الاوثوريتي اجي اقول ايش هو الببليك كي زي المثال اللي قبل، ابروش اللي قبل. لا، هون الببليك كي اوثوريتي ايش بيعمل؟ بعطي سيرتيفيكت. هذا السيرتيفيكت بكون موجود فيها هاي السيرتيفيكت انه هذا الشخص هذا هو الببليك كي تبعه، وبتكون مختومه. طب ايش هو الختم احنا عندنا هون يلي او سايند؟ ايش هو السايند؟ انها بتكون انكريبتد باستخدام برايفت كي للسيرتيفيكت اوثوريتي. خلينا نشوف نفس الابروش هون، هذا هو الابروش الاي. هلا اوكي، مين هلا وظيفه مين اللي ياخذ السيرتيفيكت ويبعثها للناس؟ هلا انا بالجامعه الاردنيه مين اللي وظيفته؟ اللي هو الطالب صاحب السيرتيفيكت اللي فيها معلومات عنه، هو اللي وظيفته ياخذ هذا السيرتيفيكت. ولما بده يروح يشتغل بعطيها للشخص اللي بده اياها، اي شركه بده يروح يشتغل فيها بروح بعطيه السيرتيفيكت. هون نفس الفكره الويب سايت. هلا انا عندي ويب سايت معين، افترضوا انا هذا عباره عن ويب سايت مثلا مثلا للجامعه مثلا، وانا الكوميونيكيشن مع الجامعه الاردنيه كله عباره عن انكربتد، فاي شخص بده يتخطب مع الجامعه انكربتد، فعشان يبعث له معلومات بسفره ايش بده؟ بده الببليك كي للجامعه الاردنيه.
طب كيف بده يعطي البابليك كي؟ من خلال السيرتيفيكت. فاول ما الجامعه الاردنيه او اي حدا بده ينشئ ويب سايت جديد وبده يكون انكربتد المعلومات اللي فيه ويستخدم فيه اتش تي تي بي اس راح يتخاطب مع السيرتيفيكت اوثوريتي، بيعمل عمليه ريجستريشن، بروح بقول له انه اوكي، او شيء بعطيه اللي هو اثبات انه هو فعلا صاحب هذا الويب سايت تبع الجامعه الاردنيه، بيعمل عمليه ريجستريشن، ومن خلال عمليه ريجستريشن بعطيه البابليك كي. البابليك كي اوثوريتي بعطيه السيرتيفيكت. ايش هي السيرتيفيكت؟ هي ببساطه المعلومات اللي منها انه هذا هو البابليك كي لليوزر اي دي اي، واهم شيء انها عباره عن سايند. كيف معموله سايند؟ انها انكربتد باستخدام البرايفت كي. هاي السيرتيفيكت بتتخزن عند السيرفر تبع الاي. هلا اي حدا مثلا بتقول انا في عندي هون يوزر دي مثلا بده يتخاطب مع الاي ويبعث له مسج مشفره، فراح يقول له اعطيني السيرتيفيكت. الاي مباشره بروح بعطيه السيرتيفيكت. هلا الدي ايش راح يعمل؟ راح يشوف هاي السيرتيفيكت، يتاكد من المعلومات اللي فيها هل هي فاليد ولا لا، يتاكد هل فعلا معمول السان من خلال السيرتيفيكت اوثوريتي، يتاكد من كل شيء تمام كل شيء صحيح، باخذ البابليك كي تبع الاي وبصير يستخدمه عشان يبعث مسجات مشفره لليوزر اي. كل ويب سيرفر المفروض يعمل نفس الطريقه، كل ويب سيرفر فيه عنده سيرتيفيكت، هذا السيرتيفيكت مخزنه بهذا السيرفر. ايش اهم معلومتين موجوده عندي بالسيرتيفيكت؟ يلي هي الايدنتيتي والبابليك كي، هذول اهم معلومتين. هذه هي اصلا اهم وظيفه السيرتيفيكت، انها تربط ايدنتيتي معينه مع بابليك كي. ايش قصدي هنا بالايدنتيتي؟ زي الويب سايت مثلا، اجي احكي هذا سيرتيفيكت لجوجل دوت كوم، اجي احكي هاي السيرتيفيكت مثلا للجي دوت اي دوت جو، او ممكن حتى في بعض الاحيان اربط عندي السيرتيفيكت مع ايميل، اجي احكي هاي السيرتيفيكت لمثلا كي دوت صبري جي دوت اي دوت جو، اذا انا بدي اجي استخدم ايميلي عشان ابعث مسجات مشفره او استقبل مسجات مشفره. فهي بتربط عندي ايدنتيتي مع بابليك كي، هذه هي عباره عن سيرتيفيكت. لازم تكون هاي السيرتيفيكت سايند. كيف بدها تكون سايند؟ بتكون سايند باستخدام البرايفت كي للسيرتيفيكت اوثوريتي. فالسيرتيفيكت اوثوريتي بيستخدم البرايفت كي تبعه عشان يعمل سايند، عشان يتاكد انه فعلا هذه المعلومه او هذه الشهاده اصدرت من السيرتيفيكت اوثوريتي. هلا اي حدا عنده البابليك كي بيقدر يتحقق من هذه المعلومه. بتحقق من هذه المعلومه انه بيقدر يعمل ديكريبشن وبشوف المعلومات اللي موجوده بالداخل، حيكون فيها عباره عن السيرتيفيكت وحيكون في اللي هو عباره عن بابليك كي وراح يكون فيها عباره عن الايدنتيتي لهذا اليوزر. فهذه هي الفكره الموجوده، يعني كسكيورتي نفس السكيورتي موجوده عندي هناك، بس كاوفر هيد هنا كثير قليل الاوفر هيد. يعني انا لو في عندي مثلا 1000 يوزر وفي عندي بس 2 خلينا نحكي دومينز موجودين انا عندي هنا، مثلا جيو، وافترض هذا عبارة عن ويب سيرفر تاني عبارة عن جوجل مثلا دوت كوم، مثلا في عندي 2 ويب سيرفرز وفي عندي هون مجموعة كبيرة من اليوزرز بدهم يعملوا كوميونيكيشن مع هدول الاثنين. بالتكنيك اللي قبل كانوا كل هدول اليوزرز عشان يحصلوا البابليك كي بدهم يروحوا للسيرتيفيكت اوثوريتي يتخاطب معه، هون صار عندي كثير اوفر هيد. بهذا الابروش انا عندي بس الاي والبي هم اللي بس بدهم يتخاطبوا مع السيرتيفيكت اوثوريتي، وكم مرة؟ بس مرة واحدة بس باخذوا السيرتيفيكت وخلص. هلا اي حدا بده يتواصل بتواصل معهم مباشره، وصير وظيفه الاي والبي انهم يبعثوا السيرتيفيكت لهذا اليوزر. هلا اليوزر بعد ما ياخذ السيرتيفيكت بيتاكد انه فعلا هي الاصدر عباره عن سيرتيفيكت اوثوريتي. كيف بده يتاكد من هذا الشيء؟ من خلال البابليك كي سيرتيفيكت اوثوريتي. بعد ما يتاكد من هذه المعلومات بيعمل اكستراكت للبابليك كي تبع الاي او تبع البي، وبعدين بيصير يبعث مسجات مشفره للاي والبي. هذه عبارة عن فكرة بسيطة للأربع تكنيكس اللي موجودين. إحنا رح نركز أكثر وأكثر، وهذه حتكون المحاضرة الجاي رح نركز أكثر على البابليك كي سيرتيفيكت. هلا البابليك كي سيرتيفيكت زي ما حكيت أهم معلومة اللي هو الأيدنتيتي زائد البابليك كي، بس في عندي معلومات كتير تاني موجودة عندي داخل السيرتيفيكت. فرح المحاضرة الجاي نحكي بالتفصيل أكثر وأكثر عن السيرتيفيكت، ونشوف حتى سيرتيفيكتس، نشوف سيرتيفيكت موجودة على الإي ليرنينج، نشوف سيرتيفيكت موجودة على جوجل أو أي سيرتيفيكت تاني، ونحاول نشوف إيش المعلومات اللي فيها وإيش أهمية كل معلومة من المعلومات اللي موجودة.